يمكن انك فكرت بعقلك بيوم من الايام بمشكلة صعبة مستحيلة الحل، ابرزهم مثلا زي مشكلة العرب واسرائيل، او سوريا وايران واليمن مع السعودية، او اي مشكلة، وفكرت بتقديم حلول لهذه المشكلة، وهي بنظرك انها قد تكون مفيدة. هل تعلم ماذا يقول عنك الله لانك تفكر بهالطريقة؟ اسمع كلمة الله: طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون.